نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية تحياتي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وتمنياتهم لفخامته بدوام الصحة والسعادة ولشعب باكستان الشقيق بكل التقدم والرخاء. جاء ذلك خلال استقبال فخامة الدكتور عارف علوي لمعالي وزير الخارجية الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية باكستان الإسلامية. وقد كلف فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية معالي وزير الخارجية بنقل خالص تحياته إلى ملك البلاد المفدى حفظه الله وتقديره لجهود جلالته في دفع العلاقات الوثيقة بين البلدين لأفاق أرحب بما يدعم مصالح البلدين وتمنياته لجلالته بدوام التوفيق والسداد. وأكد معالي وزير الخارجية أن العلاقات القوية بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية تحظى باهتمام كبير من قبل البلدين للمضي بهذه العلاقات نحو مراحل أشد ازدهارا يلبي طموحاتها ويعزز مصالحها، معربا معاليه عن تقديره لدور جمهورية باكستان الإسلامية في ترسيخ الأمن والسلم الإقليمي ودعم المبادرات التي من شأنها تفعيل العمل الجماعي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات المختلفة.